إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سيارة إذا بتطلع من فوق 120 شو بصير فيها؟ تزمر. إذا ما عم تزمر معناتها في مشكلة. أكثر ما يسوءني تلاقي هذا اللي عم يسرق وبده يسرق من الجامع أو يسرق، هذا اللي عم يسرق ما في إيمان. لذلك نحن مشكلتنا مشكلة إيمان في كل سلوكنا مع الناس. وين الإيمان؟ في واحد بيعق أبوه أو أمه وهو مؤمن؟ هلا عم تشوفوا مثلا الزنا والفاحشة والهي، وهذا يقرب فتاة والتاني بتخون زوجها، في إيمان ما في إيمان؟ لذلك القعدة على الموبايلات هي بدها أولياء، بدها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فنفى عنه ساعة الحدث أن يكون هناك إيمان في قلبه. يا رب دخيلك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا بالإيمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الإيمان بيطلع وبينزل، لا يغرك أنه عمره 70 سنة إيمان صفر، لا يغرك عمره 15 سنة إيمان الصحابة. لكن بدنا جهاز، شلون بيحدد لك السكر بالدم؟ بدنا جهاز يحدد الإيمان. إيه بيبين الإيمان؟ عند الحلال والحرام، بيخلو بمعاصي الله عز وجل ساعة خلوة بلاك ما أحسنت، إيمان صفر. هذا معناته لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والحرامي، الحرامي يستخفون من الناس، شوف الكاميرا برجع كاميرا مراقبة، قال ومن شربها فصلاته مردودة عليه 40 صباحا. يشرب خمر يا رب. طب هلا لو الخمر شغلة ظريفة ما كان الله عز وجل أباحه لنا؟ الله حرم عليك الكوكتيل شيء؟ عصير بردان، ليمون، طيب التمر هندي، والله ما هاد، لأنه بتخمره يذهب عقلك مصلحتك. على أولادنا بتجي بتقول له الله يرضى عليك يا أبي لا تأخر عن الساعة 11، لأنه الأب بيعرف أنه الليل مشاكل والليل رفقاته. ليش عم تمنعوني؟ أنا صرت كبير، أنا صرت يعني صار معه هوية، كل واحد بصير معه هوية من الشباب. شو يعني صار اسمه نسمي؟ تركوني أنا لحالي. تركوا على حاله، شو بصير فيه؟ اجوا حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هدول حاملين عرش الله. قال بدهم يتركوا العرش، شوفوا شو بده يصير بعرش الله. ام تركوا العرش ام سلتوا؟ طلع العرش اللي حاملون، مو هن حاملين عرش الله. يلي بتعاطى الخمر أو ما يدخل في سياق الخمر. هلا زمانه ما كان في حشيش، هلا تطورت الشغلة. شيء بشم شو بصير معه؟ نفس القصة، هاي مثل هاي ما في أبدا. وشي بياخدها حب، شي بودرة، نسأل الله السلامة، وشي إبر. هدول اللي عم يساوون قديش لهم عقاب عند الله عز وجل اللي عم روجوا. انتم حاسين اللي حاسه؟ انا حقلكم شو حاسس. كل شيء يعيشه الانسان خالي القيم والمبادئ والايمان يعيش من اجل الماده. هلا انتم كتر خيركم جايين على الدرس، جايين بشان الله، ما الناس من الصبح
هذا الموظف اللي ما فيه اللي ما في دين وما في اخلاق بده يقبض، ماشي اضباره وجيب اضباره وهات شو بدي انزل معه. بدك تسال عنا كلها، بتقول يا ريت متت وعمري 30 سنه ولا عشت كل هالاوزار هي التي تحملتها. من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هاي سكرة الأولى، والثانية راحت السكرة وإجيت شو؟ الناس سكرانين، الناس عم تشرب، مو شغلة طبيعية اللي عم نشوفها. الله وكيلكم، كانت الناس تتقي الله، هلا خلاص صفر، كل واحد بيشرب خمر إيمانه صفر هذيك الساعة، ما فيش يردعوا. والذي يشربها في الدنيا يحرم منها يوم القيامة. أنه بكرة يوم القيامة أنهار من خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. تشربها، أنا بيقول لك شربت شراب. كان أهل الشام معروفين بشراب الورد، كل شيء يحطوه هيك معه الورد، ورد الطبيعي. بيقول لك شربت شراب، شو هذا الشراب اللي عم يشربوه الناس هلا؟ سبحان الله، خلي بيوتكم تشربوا الشراب الطبيعي، ليمون طبيعي، برتقال، لا جيب صندوق عصير سكويز مدري شو اسمه هدول، خليط مليط سكر على صبغة. طيب كنت انا واخ بانو بلد اشتري من السوبر ماركت وكذا، قال لي حضرتك من الشام؟ قلت له ايه والله من الشام. هذا الاخ عم يشتري جبنة دهن وما دهن، قال لي بس يعني هيك استفسار، قال لي حدا عنده جبنة بلدية بالشام اشتري من هاي؟ والله حامع الله عن جعل لك الطيبات. عودون ما في غير بيجيب البيبسي ويجيب ايه، كل هذا ضرر طبيعي. قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر. مدمن يعني نهايته الموت، مدمن نهايته الموت، اللي بيشرب معروفين شو بصير معه؟ بيفرط كبده. كنت يحكي لكم عن أبو النواس، نخليه للدرس الجاي. أبو النواس شاعر، كان يسموه شاعر الخمرة، أبدا كل شعره عن الخمر، ويتغنى بإيش؟ وبعدين شاعر. أيام الواحد لما بيكون له قبول يعني معلم، وبيروح بيستخدم هالهبة الإلهية من أجل تسويق الحرام، الله بدي يحاسبه أضعاف مضاعفة. استخلوا بيتين والناس يحفظوهن ويقوم. لما الواحد العرب شو كانت وسائل الإعلام تبع الواتساب والفيسبوك؟ بيت الشعر. بعدين حتى في آخر حياته يعني لما مات وجدوه كاتب قصيدة عن التوبة وعن الرجوع إلى الله، فصلى عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، هو اللي قال إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك إن الحمد لك، لأخذ القصيدة. سبحان الله، راح على الحج، بس هو كان رايح على الحج عم يلحق جارية راح تحج أم لحقها، مع ذلك يعني ذكر هذه الأبيات. إذا تطلع بس يعني من قلب. شوف أخوان الكرام، هلأ لا حدا يتحايل على شرع الله. الخمر خمر ولو سميت بغير أسمائها. إذا قالوا لك ويسكي إيش يعني خمر، وإذا سموها شمبانيا كمان سموها ما سموها،
ولو سموها المخدرات فهي خمرة. حرمت الخمر لعلة الإسكار. متى ما صار معه الإنسان نفس القصة وكل مفتر حرام وإن قل. كان يعني قليل الحمد لله. واحد بيطلع فوت على الدنيا بيطلع بيقول لك لا مسكت كاسي، لا مثل ما حديث النبي بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. أي ألا بأوروبا وأمريكا كثرة الجرائم شو إلا كان سكران. هلا إذا كان شي واحد من عندهم ساوى شغلة بيقول لك سكران أو إيش، فاقد عقله، مسك الرشاش وبيقتله شي مثلا 20-30 واحد. وإذا كان مسلم إرهابي عبظينا إلا هلا كنتوا تسمعوا عن أوروبا وأمريكا، بس أنتوا الوجه السيء تبعه ما شفتوا. مين شافوا اخوانا اللي قاعدين هني؟ كلا شوفوا السبت المساء صواتهم، تكره الجيره، تكره الارنه اللي انت قاعد فيها، بس اللي قاعدين هنيك عم يعضوا اصابعهم ندم بس ما عم يحكوا للناس. لي مهما على الانسان تلكون. انا مره شفت مؤتمر رؤساء دول، واحد من بيناتهم متقل العيار، واحد عم يسلم عليه تفتل معه، يجوا اثنين يسحبوه رد يرجعوه. الحمد لله على نعمة الإسلام. أي واحد عمره 90 سنة صحيان ومفتح وأموره بالسليم وعنده محاكمة، ليش لما ما يقرب؟ يرفع الأمن في أمة تتعاطى الإدمان. ما عاد في أمن. كنت ماشي بالسيارة ما بتلاقي إلا فاتت سيارة عليك من جهة اليمين أو جهة الشمال أو إجيت من سكران. يعني هلأ قديش نحن سيئين وفي عنا مشاكل والأزمة والهي، ما بتجي بتقول والله هذا سكران. هذا السكران منبوذ، يعني لسه في يعني قولوا بقية، يعني ضل سكران لطيف. لحتى اللي كانوا يشتروا خمر أيام زمان وإلى الآن بيروح بيلفوه بالجريدة بيستتر. إذا بليتهم بالمعاصي فاستتروا. دولة بتحارب هذه الأشياء يفوت تنضب. سبحان الله. الله يهني كل بلد تعيش على مبادئ الإسلام. لذلك بتكتر حوادث السير وتكتر الجرائم بيرتفع ايش؟ بيرتفع الامن. ما عاد في امن. صار واحد بيقول لك انا هذا سكران. سكران شو بيساوي؟ السكران مجنون. انت قاعد بمجتمع مجانين. فهذه من الاشربة التي نهى الله عنها. اما وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني اللي حرم عليك 1-2-3-4-5-6-7-8 يا 7 يا 8 يا 2 يعني الله شو حرم علينا؟ حرم علينا الخنزير، حرم علينا الخمر. الخنزير في 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 امراض، وفي الواحد اللي بياكل لحمه وبصير معه امراض واسقام. ما حرم عليك العسل؟ ما حرم عليك. طيب الكاكاو كمان شغال، وإذا الواحد بده ياكل عصير أناناس كمان شغال. لك الدنيا كلها يا حلال. الأصل في الأشياء الإباحة، بده يروح للخبث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قيل أم الخبائث هي الخمرة. فهل الخمر هو المخدرات؟ يعني جزء ما عاد يتيسر هذا، وبعدين ما عاد ربح. هلا في اشياء سبحان الله بتجي بفترة زمنية بتضرب منظومة صار لها عمرها
آلاف السنين. حكى لي أخي كان بيشتغل بالساعات والترتيب والساعات، تعرفوا الساعات، والساعات تهدى والساعات، راح طلعت هاي الساعة الرقمية اللي بتتصل بإيش؟ بالتليفون، ساعات معروفة، ضربت سوق الساعات بالعالم 95% من سوق الساعات انضرب، ما عاد تشتغل غير الساعة هاي، شو بدك تقنعه للولد؟ كمان سوق الخمر انضرب لما طلعوا المخدرات، شو بده ياخذ هي وهي؟ بياخذ حبة تغني عن قبيلة، حبتين تفتل معه. نداء لكل صيدلي، نداء لكل إنسان مسلم، لا تشتغل بالمخدرات ولا تروج للمخدرات. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لعن الله بائعها ومبتاعها وحاملها ومحمول والمحمولة إليه، وكل ما يتعلق بهذا السياق، هذا يجري مجرى المخدرات. شوفير باص اللي وصل الطلبية مثلا للبلد الفلاني، قديش انت شغل؟ قديش صار لك عم تشتغل؟ 10 سنين. قال له بعطيك اللي عم تشتغلهم 10 سنين. ما بتلاقي يوم من الايام الا اب صار عنده بيت وسيارة، من قفشوه الحرام. بس هدول ما بيطولوا، بيجي بيطمع شغلة تانية بيقوم بمسكوه بيصوله راسه. هذا بالدنيا وبالآخرة كل هالناس اللي أخذوا هلا مجتمع، هلا هذا اللي عم تشوفوه عم يعمل يوتيوبر وما يوتيوبر وبيطلع وبيعمل مقابلات بالفيسبوك هذا بني آدم، هذا قاعد مع فتاته وين عقله؟ هذا آخر حبة. هاد هي المجتمعات اللي عم تشوفوها، نحن صرنا مثل الريمون كنترول على صلاة الصبح. يعني هلا الله هيك مبارك بالجامع وبإمام الجامع بيجي عم يلم الناس، أما في شغلة مدروسة ومنظمة وراسمين لك ياها. كنا بكرة القدم صرنا بكرة السلة، يحضر كرة السلة. ليش هو كرة السلة شو هي؟ ولا كرة القدم شو هي؟ يعني موجهوك، وهذا اللي عم بسقف ولا هي؟ هذا بني آدم عادي هاد؟ ولا في شيء؟ شوفوا ولا كان في نهائي أوروبا، سفر وتذاكر أصحابين رسالة يا أخي، شو الحكي هذا؟ الله يتوب علينا، يا ريت نكون أصحابين رسالة. والله قبل ما نام فكرت هيك شغلة، قلت لحالي لازم نساوي شغلة. يعني بترضوا انه هلا مثلا بعد سنة سنتين 5 سنين انه على صلاة الفجر يكون بالجامع 5 زلم؟ شو لازم نساوي نحن؟ لازم يعني الانسان كل ما يملك ان يبذله من اجل عودة الناس الى الله. سخر قول هيك، اللي بيجيب ابنه وكذا وله هدية، واللي بيجيب معه رفيقه على صلاة الصبح نعمل هيك نرجع الناس الى الله. ولا بدك تشوف الناس بالخمارات بكرة، اذا مو بالخمارات لا ينطابي ويب من دوري لدوري. مرت علينا 10 سنين ومنعوا المباريات، ولا الاسبوع الماضي سلة وملة. لك شو سلة؟ بعرف السلة انا اللي بياخدوها على لو عم تقتلوا كان شو مشان طابه. هلا هدول المسكرانين هدول الله يتوب علينا. والله كل انسان شوف شو هدفه في الحياة، شو هدفك؟ هل ارضيت الله؟ هل ارضيت والديك؟ هل احسنت الى من امرك الله ان تحسن اليهم، زوجتك واولادك؟ ليش عم وناس بتسافر رايحين؟ كنا على حفل اخ كريم وعلى استراد المزي والرايات والاعلام والباصات، قلت له اخ شو؟ قال فاز فريق كذا. انا فكرت اتحررت فلسطين، انا عاد الاقصى. فالواحد اذا كان بده يتحايل على الخمره
ما في شيء هي ما مثل شو بيقول له حق فنجان قهوه هي شو اسمها رشوه هديه للشباب يا ريت يساويها بالجامع هديه للشباب مثل شو هي والله هديه للمدام شو اسمها هي رشوه وهون هيك 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 يعني دواقه عم يدوق الخمر يا رب نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك إليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.